مركز الانطلاق نتاع البطوله التونسيه كرة الطائرة الشاطئية، هي عادة دابت عليها الجامعة التونسية باش تنظم التورنوا هذايا. إن شاء الله نواصلوا في نفس النسق وديما نسعوا لمزيد التألق ومزيد النجاحات، لهيك وأنه كرة الطائرة الشاطئية مثل تونس في الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو، والدورات هذوما هما اللي باش يسمحونا باش نكتشفوا مواهب جديدة اللي نجموا يكونوا ينتميوا للمنتخب الوطني إن شاء الله. اليوم تصنيق تونس تواصل دعمها كما العادة كما عودتكم في الرياضة في تونس وتقارب أكثر الشباب باش نظموا الدورة هذه، دورة شامبيونا ناسيونال تونسي تيليكوم دو بيتش بولي 2017. الدورة هذه إن شاء الله اللي باش نقوموا بها تبدأ اليوم من الانطلاقة من الحمامات في 6 شواطئ اللي هما اليوم حمامات بالطبيعة الانطلاق، والنهار 6 أوت المرسى، 13 أوت قليبيا، 17 أوت حمام نلف، 20 أوت سوسة، ونهار 27 أوت هو الفينال إن شاء الله فيه يكون في حمام الغزال. اتصالي تونس ما كتعرف ديما احنا نحبوا هكا نحييه والمناطق اللي نكونوا فيها إن شاء الله باش نستدعاوهم العبيد اللي يجيوا بحلينا هكا الكل باش يعملوا جو بحلينا الفطور نوع في النهار. الانطلاقة ديما تكون من 10 متاع الصباح لستة متاع العشية، وبعد ستة متاع العشية عنا سهرية قدمها اتصالي تونس مع جو من احتفالات وبرشا كدوات، دونك نستناوهم العبيد الكل باش يكونوا بحلينا إن شاء الله. اليوم كي نحكيو على البيتش فولي نحكيو على رياضة اللي باش تولي كل سيف في العالم كل خبينا نحكيو زاد مع سبح المسيان اللي توا اللي جامد ترانيا بشوي كلهم العاب شاطئية، يعني الناس كل عرفت اللي في السيف. احنا تونس عنا ما شاء الله يعني ان كود فيها 1300 كيلومتر وبلدان اللي فيها مزاد عندهم دي كود كل شيء. في الصيف يعني البطولات الجماعيه ككره قدم كره سله كره طايره اللي تلعب في الملاعب ولا في قاعات كلهم يبداوا اونين اكتيفيتي يبداوا مرتاحين، يعني فرصه للشباب تاعنا ما يقعد زاد ماهوش نشط. الرياضه الشاطئيه هي اليوم يعني احنا كوزاره نخدموا على الرياضه الشاطئيه في كل انحاء مع كل انواع كل الرياضات كتنس كسكيت بول سكيت بول كفولي ككره كره يد هاندبول اكسترا. واليوم دونك نرجعوا للفولي بول، اليوم انطلاقه البطوله كما قلنا عندنا 8 جمعيات عندنا يعني 6 احداث وعندنا جمعيات تاعنا هذوما فيهم زاد زوز اللاعبين تاعنا اللي شاركونا شاركوا لاول مره في الالعاب ريو، واللي ان شاء الله باش يكونوا هما ولا نوع اخر من هنا من البطوله هذه باش نختاروا النخبه تاعنا اللي باش يشاركونا زاد في بطوله العالم وان شاء الله في بطوله اليوم راح نحضروا في طوكيو ديما. دونك نتمنى حظ وافر للفرق تاعنا، وكيف ما قلنا راهو الرياضات الشاطئيه اليوم كوزاره ندعموها وشجعوها على خاطر في الصيف لازم الشباب تاعنا يكون ديما ناشط يكون ديما كاع الرياضه.